بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وصلنا في كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى إلى كتاب الرهن، إلى المسألة 59 بعد 200,000، وهو بداية المجلد الثاني. قال رحمه الله: كتاب الرهن. اتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر بقوله تعالى: فرهان مقبوضة. اتفق الأئمة الأربعة على جواز الرهن سواء في الحضر أو في السفر. لماذا قال في الحضر أو السفر؟ لأن الآية ذكرت جواز الرهن في السفر، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فالآية ذكرت جواز الرهن في السفر لكن لا مفهوم لها يعني، فالرهن جائز أيضا في الحضر. من حجج الحنفية في عدم حجية مفهوم المخالفة أن الله تعالى أجاز الرهن في السفر، ولكن أجمعوا على جوازه في الحضر كذا. قال: وأصل الرهن في اللغة حبس الشيء على حق، يقال رهنتك الشيء ولا يقال أرهنتك. قال: واختلفوا هل يصح الرهن على الحق قبل وجوبه، فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح ذلك، وقال أبو حنيفة: يصح. يعني طبعا موضوع الرهن يعني شخص مثلا إيه اشترى شيئا بـ يعني بثمن مؤجل، أو اشترى بيع سلم، فمثلا التاجر الآن يعني أخذ المال وسيسلم البضاعة لاحقا، أو سلم البضاعة وسيأخذ المال لاحقا، فالشخص الذي لم يأخذ يعني حقه فله أن يطلب رهن، يقول له: أعطني إيه شيئا من ممتلكاتك يكون رهنا يحتفظ به لحين سداد ما عليك، أرد إليك الشيء المرهون هذا. طيب، هل يصح الرهن على الحق قبل وجوبه؟ يعني الآن زيد وعمر في نيتهما أن زيدا سيشتري بضاعة مثلا من عمر ويسدد بثمن مؤجل، ولسه ما اشترى البضاعة بعد، فهل يجوز أن يعطيه رهنا، قل له: خذ هذا الشيء من ممتلكاتي واجعله رهنا عندك على أساس إن شاء الله في المستقبل سوف أشتري منك بعض الأشياء بثمن مؤجل فيكون عندك الرهن، فيعطي الرهن مقدما وهو لسه ليس في ذمته دين، يعني يعطي رهنا وهو ليس في ذمته دين، لكن على يعني أمل أنه إن شاء الله في المستقبل سوف يصبح في ذمته دين، فيكون الرهن هذا موجودا عند الطرف الآخر ليسترد منه حقه. طبعا الفائدة من الرهن أنه عند العجز عن السداد، عند العجز عن السداد في الأجل المحدد، فيحق بيع الرهن واسترداد المال منه، وإن بقي شيء يرده إلى صاحبه. قال: واختلفوا فيما إذا قال له: قد رهنتك داري على ما لك علي من الدين، قد رهنتك داري على ما لك علي من الدين، فقال له: قد قبلت، إلا أنه لم يقبض، فهل يكون هذا الرهن لازما قبل القبض؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم إلا بالقبض، سواء كان الرهن متميزا أو غير متميز. يعني الآن صورة المسألة مثلا إيه، زيد عليه دين لعمر، زيد مدين لعمر مثلا بمبلغ، اشترى منه عقارا، اشترى منه شيئا، وهو مدين له بمال ولم يسدده، فقال له: قد رهنتك داري، داري يعني هي رهن حتى أسدد المبلغ الذي علي، لكن لم يسلمه الدار، يعني لا جاب له مفاتيح الدار ولا وثائق الملكية ولا أي شيء، ويخلي بينه وبينها، هو لا يزال ساكنا في داره ومعه مفاتيحها ومعه كل شيء، بس قال له: داري رهن. والطرف الآخر اللي هو يعني الدائن
لم يقبض الايه الدار، فهل يكون هذا الرهن لازما؟ قال ابو حنيفه والشافعي لا يلزم الا بالقبض، سواء كان الرهن متميزا او غير متميز، يعني متميزا عن بقيه ممتلكاته او غير متميز عن بقيه ممتلكاته. وقال مالك يلزم بنفس القول في الكل على الاطلاق. الامام مالك قال اول ما يقول له رهنتك داري اصبحت رهنا، ويحق في هذه الحاله مثلا للدائن إذا يعني لم يسدد المدين في الوقت المحدد أنه يذهب إلى القاضي ويقول هذه الدار هي رهن، والقاضي يعني يحكم ببيع هذه الدار للسداد رغم أنه لم يقبضها. الإمام مالك يقول يلزم. واختلف عن أحمد فروي عنه إن كان متميزا من مال الراهن كالعبد والثوب والدار لزم بنفس القول. الإمام أحمد روي عنه التفريق بين الرهن المتميز وغير المتميز، فالمتميز مثاله العبد والثوب والدار، يعني إذا قال رهنتك داري الفلانية لعقار معين مثلا فهذا العقار محدد ومعروف، أو رهنتك الثوب الفلاني وعين ثوبا إيه بعينه الثوب لونه كذا وقماشه كذا، ثوب محدد أشار إليه وهذا الثوب يعني رهن، أو عبد معين من عبيده مثلا عنده عبد معين وقال هذا العبد رهن لكنه لم يسلمه لم يقبضه الطرف الآخر، هو لا يزال موجودا عند مالك العبد، لا يزال العبد موجودا عنده ولم يقبضه الطرف الآخر، ولكن هو إيه قال رهنتك إياه، فلزم بنفس القول. وإن كان غير متميز كالقفيز من صبرة، القفيز نوع من المكاييل والصبرة هي الكومة من الطعام، فمثلا عنده كومة من التمر مثلا يعني جمع محصولة من التمر وعنده كومة مثلا كبيرة من التمر فيها مثلا 5 أقفزة مثلا، يعني مقدارها نحو 5 أقفزة مثلا، هو قال يعني رهنتك قفيزا من هذا التمر لكنه لم يكله له، ما جاب المكاييل وعبأ له قفيزا وفصله على حدة، فالآن هذا القفيز غير متميز عن بقية ممتلكاته. قال لم يلزم إلا بالقبض. الإمام أحمد يعني في هذه الرواية يقول إذا كان الرهن غير متميز فلا يلزم بالقبض، لا بد أن يقبضه الطرف الآخر يسمى المرتهن، يعني اللي هو الدائن اللي هو صاحب الحق، فهو المرتهن يعني اللي هو الذي يطلب الرهن، والراهن هو اللي هو مالك الشيء الذي يعطيه، يعني مثلا عندك زيد وعمر، فزيد اشترى شيئا من عمرو ولم يسدد له الثمن، فالآن يعني زيد مدين لعمرو، زيد مدين وعمرو هو الدائن، واضح؟ يعني عمرو باع لزيد سيارته وسلمه السيارة ونقل له الملكية وسجل له الأوراق وكل شيء وأعطاه السيارة، وزيد مدين ب10,000 دولار يسددها لعمرو، أخذ السيارة واستلمها خلاص ومدين ب10,000 دولار، فالآن زيد مدين وعمر إيه دائن، أيهما الذي سيعطي رهنا يعطي داره رهنا وما يعطي ثوب ثيابا أو طعاما أو شيء تبقى رهنا اللي هو زيد، فزيد هذا يسمى الراهن يعني رهن إيه داره أو رهن ثوبه أو رهن، وعمر يسمى المرتهن، والثوب المرهون أو الدار المرهونة تسمى رهنا. قال والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي. قال واختلفوا في صحة رهن المشاع، فقال مالك والشافعي وأحمد يجوز، وقال أبو حنيفة لا يجوز. المشاع اللي هو يعني إيه جزء غير محدد، يعني مثلا عنده أرض
قطعة أرض، شريك. مثلا قطعة أرض إيه فيها مثلا مساحتها مثلا 10 إيكر، 10 إيكرات، فقال له رهنتك 3 إيكرات مثلا من هذه الأرض، فجعلها رهنا. أي 3؟ هل الثلاثة التي في الأمام ولا في الخلف ولا في هذه الجهة ولا في هذه؟ لم يحدد يعني أي 3، على المشاع هكذا. فقال مالك والشافعي وأحمد يجوز، وقال أبو حنيفة لا يجوز، يعني لم يفصلها، لكن لو فصل وقال يعني حدد كده مثلا هذه الإيكارات الثلاثة التي يعني تبدأ من عند هذه الشجرة وتنتهي عند هذا السور وحدد له موضعها، فهذا يجوز. لكن إذا قال 3 من 10 كده بدون تحديد، فهذا لا يعني اختلفوا فيه. لو الشخص مثلا عنده 3 من العبيد يعني، فقال رهنتك عبدا من عبيدي. قال واختلفوا في الانتفاع بالرهن، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يملك الراهن الانتفاع به. عرفنا الآن معنى الراهن، الراهن لا يملك الانتفاع بالرهن. وقال الشافعي للراهن أن ينتفع بما لم يضر بالمرتهن. الآن الراهن هو المالك الحقيقي لهذا الشيء في هذا الوقت، الراهن لا يزال هو المالك له، فهل للراهن أن ينتفع؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يملك الراهن الانتفاع. وقال الشافعي للراهن أن ينتفع بما لم يضر بالمرتهن. وهل للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة؟ طيب المرتهن هل ينتفع بها؟ فمنعه أبو حنيفة ومالك والشافعي. يعني مثلا قد تكون الدار المرهونة دار مثلا يعني صالحة للسكنة، فهل يسكنها، هل يمكن أن يسكنها الراهن أو يسكنها المرتهن إلى حين سداد ينتفع بسكنها، أو دابة ينتفع بركوبها إلى أن يحين الموعد؟ فوقع خلاف في انتفاع الراهن بالرهن وفي انتفاع المرتهن بالرهن. وقال الشافعي نعم، فقال وهل للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة؟ فمنعه أبو حنيفة ومالك والشافعي. وما حكاه الخراقي من قوله ولا ينتفع من الرهن بشيء إلا ما كان محلوبا أو مركوبا فيحلب ويركب بمقدار العلف، فإنه محمول على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الرهن وأنفق عليه المرتهن فله ذلك بمقدار علفه، ذكره أبو حفص العكبري في شرحه لمختصر الخراقي. إذا إيه؟ الآن إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا، يعني دابة تركب أو تحلب، قد يكون حمارا مثلا، حمارا أو فرسا يركب، قد يكون ناقة تحلب مثلا أو بقرة تحلب، فالأصل يقول الأصل أن الراهن هو الذي عليه النفقات، لأن الراهن هو المالك لهذا الرهن، هو مجرد ما يسدد الدين سيسترد ناقته أو حماره، فهو الذي عليه أن ينفق عليه، المرتهن ليس عليه أن يبقى هو المرتهن له دين وليس عليه أن ينفق على الرهن، هو فقط إيه يحجزه عنده لحين السداد المستحقات يرده لصاحبه. فالمرتهن ليس عليه النفقة، فالمفروض أن الراهن هو الذي ينفق على الرهن. طيب إذا الراهن امتنع من الإنفاق، إذا كان الرهن مثلا دارا ومحتاجة تصليحات ومحتاجة هو ما أنفق عليها، خلاص هي هذه مسؤوليته، هي داره لو خربت هو سيتحمل المسؤولية. لكن إذا كانت يعني مثلا حيوانا، فإذا لم يطعمه يعني هلك، وهذا ضرر يعني سيعود على المرتهن كذلك يعني، فالمرتهن سيكون مضطرا، وكذلك إطعام الحيوان هذا واجب يعني، ليس له أن يحبسه ولا يطعمه، فسيكون المرتهن مضطرا أن يطعمه، فإذا أطعمه فله أن ينتفع بحلبه وركوبه، فكانت دابة تركب ممكن يطعمه ويركبه مقابل إيه أنه يطعمه، أو يطعمه ويستفيد بلبنه مقابل أنه ينفق عليه.
قال واتفقوا على أن منافع الرهن للراهن، منافع الرهن تكون للراهن، لأن الراهن هو الذي عليه النفقة، فالمفترض أن الإيه أن الراهن ينفق على الرهن، ومنافع الرهن يعني مآلها للإيه للرهن. قال واختلفوا في نماء الرهن، هل يدخل في الرهن أم لا؟ فقال أبو حنيفة يدخل في ذلك الولد والصوف والتمر واللبن وأجرة العقار، يعني العقار مستأجر، العقار المرهون يؤجر، والأجرة تبقى رهنا، الأجرة يعني تدخل في الرهن. ولو المرهون هذا مثلا حيوان وولد، يعني الولد يلحق بالإيه بالرهن، يكون مرهونا أيضا، يكون ضمن الرهن. وما ينمو عليه من الصوف سلمه مثلا يعني خروفا وليس عليه صوف، وبعدين نما له صوف، فليس للإيه للرهن أن يأتي ويجز الصوف هذا ويبيعه، يبقى الصوف عليه رهنا أيضا وهكذا. ورهنه نخلة، والنخلة يعني أثمرت تمرا، فليس للراهن أن يجي يأخذ التمر، ولا للمرتهن كذلك أنه ينتفع بالتمر، ولكن التمر يبقى رهنا مع النخلة، واللبن يبقى رهنا معها وهكذا. قال والدواب، قال ويكون للراهن رهنا مع الأصل، يعني النماء هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، طبعا هذا كله كلام أبي حنيفة رحمه الله، فعند أبي حنيفة رحمه الله فيقول هذه الأمور يعني تبقى مملوكة للراهن ولكنها تكون رهنا. وقال مالك لا يدخل في الرهن من ذلك إلا الولد وفسيل النخل. الإمام مالك قال لا يدخل من هذه الأشياء في الرهن إلا ولد البهيمة، أو مثلا أو إذا كان هذا المرهون أمة، فالولد يدخل في، لكن طبعا موضوع رهن الإماء هذا لا يصح، يعني فالقصد في رهن الحيوان، ولد الحيوان يكون إيه رهنا، فيدخل الولد ويدخل فسيل النخل، يعني النخل تنبت إيه نخلة صغيرة، يعني النخلة الكبيرة فتنبت فسائل، والفسائل هذه بعد ذلك يعني تكبر وتصير كل واحدة منها نخلة يعني. وقال الشافعي لا يدخل شيء من ذلك في الرهن على الإطلاق. وقال أحمد يدخل ذلك كله في الرهن. قال واختلفوا في الكسب، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يدخل في الرهن، وقال أحمد يدخل فيه، يعني إذا كان المرهون عبدا والعبد يعني يعمل ويكتسب يعني أجرا بعمله، فهل هذا الكسب يكون مع الرهن أو يرد إلى صاحبه، يرد إلى صاحب العبد؟ فأبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا كسب العبد لا يكون مع الرهن، وقال أحمد يدخل فيه. قال واختلفوا في النفقة من المرتهن على الرهن في غيبة الراهن، يعني في أثناء غياب الراهن، إذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا، يعني الراهن غائب فالمرتهن مضطر أنه إيه ينفق على الدابة أو الحيوان. فقال أبو حنيفة والشافعي يكون المنفق عليه متطوعا إن لم يأذن له الحاكم، وقال أحمد لا يكون متطوعا وإن لم يأذن له الحاكم، وتكون النفقة دينا على الراهن، وللراهن استيفاؤه من ظهره ودره. وقال مالك إن أشهد على الإنفاق استحقه، وإن لم يشهد ولم يرفع إلى الحاكم كان متطوعا. واضح؟ يقول إذا أنفق على الرهن بسبب غياب صاحب الرهن، فقيل يعني تكون هذه النفقة تطوعا إذا لم يأذن له الحاكم أن ينفق عليه. وقال الإمام أحمد لا يكون متطوعا بل ينفق عليه حتى لو لم يأذن له الحاكم،
وتكون هذه النفقة دينا على الراهن. يعني هو مثلا إيه، في مثال زيد مدين لعمر وأعطاه الدابة، فمثلا كان مدينا لعمر مثلا ب1000 دولار، وعمر أخذ الدابة فأطعمها وسقاها وكذا مثلا ب200 دولار زيادة، فيصبح زيد مدينا ب1200، يعني 1000 الأصلية وقيمة ما أنفقه على الرهن. طيب، قال: واختلفوا فيما إذا اشترط في عقدة الرهن أن يبيعه المرتهن عنه والمحل. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز الشرط وللمرتهن أن يبيعه. وقال الشافعي: الشرط باطل، وهل يبطل الرهن على قولين. فهذه المسألة إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، إن شاء الله بتفصيل أكثر إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.